اقراص البطاطس مع حشوه البيتزا. هنعملها ازاي؟ عايزين كيلو بطاطس مسلوقه ومهروسه، عايزين معلقه كبيره زبده ونص كوبايه حليب، ده للحشوه للبطاطس. عايزين بقى للحشوة صلصة بيتزا تلت كوباية تقريبا، 2 كوب مشروم، 1 فلفل اخضر، 1 بصل، 2 كوب ساسج مقطع صغير، 2 معلقة صغيرة زعتر، 1 كوب جبنة موتزاريلا، بهارات فراخ يعني بهارات عادية او بهارات فراخ، معلقة كبيرة زيت زيتون، وللوش عايزين بيض وبقسماط وزيت عشان القلي. طيب احنا حاطين طبعا الزيت القلي هنا علشان يسخن، وهنبتدي دلوقتي نعمل الحشوة بتاعت البيتزا. هنحط شوية زيت زيتون، بس هخلي الحاجات دي على النار شوية مش كتير، بس شوية عشان ما تتحطش وهي نية خالص في الحشوة، عايزينها بس شوية كده تاخد من النار. فشوية بس زيت زيتون كده، هنحط معاهم البصل، طبعا الحشوة انتوا حرين تحطوا اللي انتوا عايزينه، عايزين تحطوا تونة، عايزين تحطوا بيبروني، عايزين تحطوا سلامي، الحشوة اللي انتوا بتحبوها. عايزين نسخن الزبدة اللي هنحطها على البطاطس اللي عندنا، الزبدة والحليب، مش هنحط حليب كتير، احنا عايزينها تكون متماسكة. نحط بقى دلوقتي المشروم، زي ما قلنا مش عايزينهم يعني يكونوا زيادة عن اللزوم مطبوخين، بس مش عايزاهم في نفس الوقت نيين قوي. نحط السوسج، الفلفل الاخضر، واخر حاجة هنحطها المشروم. هنا عندنا الزبدة ساحت، هحط شوية يعني مش لبن كتير يا جماعة، شوية بس، وهحط على اللبن ده شوية ملح، هناخد بقى اللبن والزبدة والملح اللي عندنا دول وهنحطهم على البطاطس ونخلطهم مع بعض كويس. يعني شايفين هو طبعا لو هي بطاطس بيوريه بيوريه هي محتاجة لبن قد ده كمان مرتين، احنا مش عايزين نطريها زيادة علشان نقدر نشكلها ونتحكم فيها، فلازم قوامها نوعا ما يكون متماسك كده. ممتاز ممتاز كده. هناخد بقى دلوقتي الصلصة اللي عندنا، نحط شوية صلصة، شوية زعتر، بس خليني شوية زعتر، نجيب المية، نقطة مية بس مش أكتر. خلاص شايفين يعني الصلصة موجودة بس مش عايمة فيها، يعني خلاص كده شايفين اهي، خلاص كده تمام. خلينا نطفي النار دي،
خلاص هناخد الجبنة اللي عندنا وهنحطها برضو مع الخلطة وهنقلب كله مع بعضه وكده احنا تقريبا كله عندنا جاهز. دلوقتي احنا عندنا الحشوة نوعا ما بردت، هنعمل ايه بقى؟ عندنا هنا البيض وعندنا البقسماط اهو، ادي البيض وادي البقسماط، دول بتوع الوصفة دي، ونشيل ده دلوقتي هنا. طيب هناخد بقى شوية من البطاطس كده، هعمل لكم واحدة صغيرة شوية، احنا عاملينها اكبر بس هنعمل واحدة صغيرة شوية كده، شايفين؟ ممكن تعملوها بالطريقة دي وممكن تعملوها يعني نعمل قرصين ونغطيهم، او ممكن نعمل واحدة اكبر شوية بالشكل ده ونعمل فيها تجويف، يعني زي ما انتوا عايزين، الطريقة اللي بتريحكم اكتر اعملوها. نعمل فيها كده زي تجويف كده، وناخد من الحشوة بتاعتنا ونحطها جوه بالشكل ده كده اهو، ونقفل عليها. حسينا انها عايزة شوية زيادة بنقفل عليها تاني كده بالشكل ده. اوكي اهي، كل ما تلاقوا حتة مفتوحة بقفلوها، ما تخلوش حتت مفتوحة خالص. تمام كده اهي، تمام. هناخدها بقى كده زي ما هي ونحطها في البيض وبعدين في البقسماط. في البيض ومن البيض على البقسماط. نغطيها كويس اهي ده كده. دي بقى بتقدروا تاخدوها تحطوها في الفريزر، ووقت ما تحبوا تقلوها بتطلعوها بتبقى جاهزة عندكم. تمام. طيب هناخد بقى اللي احنا مجهزينهم دول، محطوطين في الفريزر شوية، وهناخدهم ونبتدي. شايفين بتاخدوهم بتحطوهم في الفريزر، دي ساقعة خالص، بصوا اهي. نحطهم في الزيت، كل حاجة عندنا مستوية بس عايزين نحمر او نقلي الاقراص بتاعت البطاطس بتاعتنا.